احنا نسوي نساعد المظاهرات اللي موجوده حاليا في العراق، ونطالب البيت الابيض انه يسبورت العراق والمظاهرين اللي ينقتلون كل يوم. الان هم صار خرق للدستور، وايران متغلغله بشكل فاضح، والحكومه كلها فازه، فجاي نطالب بازاله الحكومه، اسقاط الحكومه، والشعب اللي يطالب. احنا هنا نريد نوصل صوت الشعب العراقي اللي قمعوه، طفوا عليهم الانترنت. الشعب العراقي، العراق هذه الدولة الغنية بالنفط، الشعب ما عنده أبسط الخدمات، ولما طلعوا يتظاهرون ضد النظام السياسي الفاشل الفاسد تم قمعهم بالإطلاقات النارية، بالقتل المتعمد، وطفوا عليهم الانترنت. صوتهم مدى يوصل؟ نريد صوتهم يوصل. الوطن محتل، محتل من قبل الحكومة اللي هي مساندة لإيران، فنجي على بالأخير أنه إذا الشباب ينادي بوطن معناته ما عنده الوطن، الوطن محتل دا يطالب به. فإيران موجودة متحكم بالشارع بكل مكان يحكمون، فالثوار دا يطالبون بأنه الحكم يرجع إلى العراقيين ويطلعون الإيرانيين. الحكومة هي تعتبر ذيول إلى دول خارجية، وهي تؤدي أهداف تابعة إلى إيران و دول أخرى. نحن نطالب الحكومة الأمريكية بإعادة صياغة الدستور، لأن هذه الحكومة نصبت من خلال الحاكم الأمريكي برايمر بعد سقوط النظام صدام حسين بال 2003.